مرحبا بي. وبيك عايشك مرحبا. لاباس؟ الحمد لله عايشك. وانت لاباس؟ عايشك. قد من روحك؟ ماكر مسترسني. مرحبا بيك. باش تعمل في حياتك؟ بطلت القرايه من دوزيام ودخلت نعمل في تكوي فورماسيون. علاش بطلت القرايه؟ طردتني استاذه ربي يهديها وجرتها هي، طردت من كافه جميع معاهد في السرس. ياك شنو علاقه التلميذ بالاستاذ ولا الاستاذه تكون علاقه خايبه؟ ما نعرفش، يمكن هذه اسئله للاستاذ خاطر انا تلميذ. ياك هاو تلميذنا جزء من العلاقه خاطر الاستاذ تحسيهم يجبدوا البوليسيه، والبوليسيه الشباب يكرهوا البوليسيه، تحسيها نفس الحكايه معناها تتربط هي والاستاذ. فهمتي كيفاش حكايه؟ فهمتيش. اما كملي، علاش انت الاستاذه طردتك معناها؟ ايه في بالها اني نصور فيها وني مش نصور فيها. ياك وقلت لها مادام هي التليفون هي التليفون، قالت لي لا. دازتني كيف كي وما ما كلمتهاش، خلاص نيا ضربتها بك وتبشير. كلمتهاش جمله جاب ربي ما هي دازتني عاد وقالت لي كلام مش وبيه، جبدت فيها امها باش نسكت لها. قال امها 24 ولايه تو نحاربها نيا واحد. قالت لك امك؟ هي قالت لي تقول لك كذا وكذا باش تسكت لها انت، ما تسكتش ليها واحد من الناس احنا ديك هاو. طردت من جميع المعاهد. اي نعم في فورماسيون الحمد لله، ومش ناخذ شهاده وشد خدمه وجو احلى جو، وبلي نقدم لها تحيه هي سيارة العربيه شعرها اصفر كير اللي عملات. ياك هو نادم على اللي صار ذي ولا؟ ولا بعمري ما نندم، ما نندمش جمله كان مش نندم. ياك هو مثلا انت خسرت القرايه نتاعك؟ ما خسرتش، ما عندي ما خسرت، نقرا على روحي تو نقرا انجليه فرنسي نحكي. تكوين مهني انت؟ اي تكوين مهني وجوي احلى جو الاول نفس الصونت. شنو التكوين اللي قاعد تتعلم فيه؟ مينتنونس اندستريال تقني في الصيانه الصناعيه، ونخدم كل شيء ضو ميكانيكي كل شيء نخدم. القرايه في الليسي والقرايه في التكوين في السيستم يختلف شويه، اما خير؟ اما خير يمكن في التكوين خير، تكوين خير. علاش؟ على خاطر ما نعرفش مش تلاقيها معناها يعاملوك كانسان كبير مش كطفل صغير كي غير دخل ليسي وكذا، حسي عند فم قدرك موجود معاه هكا هو هذيك هي ما فماش فرق، خاطرهم يعاملوك كانسان كبير يخرج يخليك وحدك عادي هكا هو. يعني انت فرحان بالتجربه نتاعك انك قاعد تقرا في التكوين؟ فرحان فرحان والحمد لله، وديما الابتسامة موجودة حتى في أسوأ حاليا ولا بياس الحمد لله. وكهو نخمم في مستقبلك؟ نخمم مش نحرق، ياي مش نحرق. ياي بعد القراية هذي وبعد التكوين وكل شيء علاش؟ باش نحرق. يعني بالنسبة ليك مستقبل هو حرقة؟ ما هاني باش نجتهدني باش نحاول باش نعمل اجتهاداتي في تونس باش كي نخرج لبرا. ما نقول خلصت التكوين ولا مازلت؟ مازال لي شهرين ونكمل، يعني باش نكمل نيا وكل شيء وباش نحاول نعمل اجتهاداتي في تونس، ما لقيتش بطبيعتي باش نحرق، سوا ب 10 مليون ولا ب 20 ولا ب 50 مليون باش نحرق، ما يهمش الفلوس منين باش تجي اما تو تجي. انت حاطط في مخك كان الحرق يعني؟ علاش؟ على خاطر مونتاليتي اخرى، غادي تلقى عباد جدد اعتبارها انسان في اعتبارها ولات من الاول جديد. هذيك هي. وش عندك فايه يعني خرجني وخليني نخرج لبرا وما يهمكش فايه ندبر خدمه عندي فلوس ما عنديش، المهم خرجني وكا وسيب. يعني بالنسبه لك انت الحل هو الحرق؟ هكا هو. مع عائلتك في الموضوع هذا والا لا؟ ايه كنا نحكيها مع بابا امي ساحتني من الدار. ما تحبش حتى ماما ما تحبش، اقعد في تونس اقعد في تونس ما تحبش ماما. عيلتك قاعدين يشجعوا فيك على انك تبقى في بلادك لهنا؟ في بلادك وتبع 10 نعاج ولا 20 نعجه ولا ما نعرفش شنو يبيك، خليك 100 مليون انت ما جاي انا باش تصرف. مخليك 100 مليون؟ بالطبيعه هو بقدرش يخلي لك اقل شيء يخليك 200 300 مليون باش حد يخليش لك 10 مليارات جايك نار باش تصرف فيها معناها. فهمت كيفاش؟ ايش بلد ما ترد لاش بلد تتهد. يعني انت بوك لبس بيه بابا لبس عليه وجاوب به ما تستحفظش على الفلوس هذيك و بلاش نعمل اني ما نعرفش هاني نعاون في العبيد هاني شباب عمري 19 سنه وهاني نعاون في العبيد نقيه زوالي مد في يديا. بوك لبس عليه يعني انت قادر انك مثلا تخرج بكونترا معزز مكرم، علاش الحرقه بالذات؟ كيفاش كونترات وقديش؟ باقل كونترات وتو 6 مليون
عنده 100 مليون معناها قادر. ما عندوش تو، انت طليت علي عنده تو 100 اللي قلت اللي ما عندوش تو 100، اما يخلي لك بريس قلت 200 300، فهمت كيفاش باش نهربش بك برشا من الموضوع هيك. فاش كنا نحكوا يعني هجره بطريقه شرعيه؟ لا، نحب المغامرات. انت نحب المغامره، نحب الاكسيون، نعشق بحر ونعشق موت وايطالي. ايطالي كيفاه مستسهل الامور معناها؟ اه كيفاه مستسهل الامور؟ عادي مستسهله، دي يقول لك ديما اضحك وتفرهد واعمل جو وكل شيء، اضحك تو الدنيا تضحك لك باش تعقد. عبس انه برشا شباب توفوا وماتوا وكلاهم البحر. عاجب بيه الله يرحمه، ميت الله يرحمه، وش تعمل؟ باش تقول استغفر الله العظيم حبس الموت. يبقى تبيع 100 الله يرحمه، وش باش تعمل؟ باش يبكوا عليك نهار 10 5 شهر عام، بيجي يوم نهار وينسوك، وحتى كان ما نسوكش عاد. انت حكيت اني عائلتك مستحيل تقبل يعني بالوضعيه. نقول لك حاجه. فيش معنى باش تعمل؟ نقول لك حاجه، هما توا باش يتفرجوا فيا، راه ما تعرف شنو في راسي. نيا ثم مثل نمشي بيا قص الراس تنجم في العروق. وكهو عادي يذبح بالماضي. قبل ما تقص الراس وقبل ما تنشف العروق، يعني عائلتك هما باش يكونوا رافضين للحرقة، كيفاش باش تحاول تقنعهم ولا باش تمشي وما تقول لهم؟ غادي بالكا نكلمهم بالكا ونقول لهم وينكم، هاني في ايطاليا. مش حرام عليك؟ كيفاش حرام؟ عائلتك باش يتحيروا عليك. اللي باش يتحيروا عليك. ليه تو نكلمها بكلمتين ونبعث لها سبيدري مغادي ونبعث لها شليكه ولا انت الفلوس ترضيهم؟ بيع رضيهم. ترضيهم بالفلوس؟ نبعث لهم هي رضيهم بالفلوس. في حالة ما الله لا يقدر ما وصلتش ومت، يا الله يرحم، ما سامعوا بكم، يا الله يرحم، وميت الله يرحم. اي حرام عليك. يا كاكا ولي حرام علي، هات نتحاسب نور ربي نهار اخر. حرام عليك انه تخلي عائلتك يعني مشويين عليك، امك تبكي، بوك، وخاصه انهم هما ما يعرفوش، بيشبكوا يلوجوا عليك ما يعرفوش انه انت ولي المحل. بعد ما يتفرجوا ان شاء الله في الفيديو صايي باش يحتطوا منك. ليا باش يعتذروا مني، ليا تقريبا يكون غدوه يعتذروا منك باش يولوا ديما العينين عليك، معناها يراقبوك اكثر. هما العينين علي من قبل مش من تو، من قبل هما اللي مركزين معايا، ما نعرفش مش نعمل في شيء. راهو مريق نحكي معاك مريق بكاو. قلت غدوة ولا غدوة مروح للسيرس بكاو بلي اش قدم تحية بلي اش قدم تحية لأحلى سيرس وأحلى حمض بطوار جملة وأحلى زو وأحلى حكيشة وأحلى جوبي وأحلى حمض بطوار الكل وأحلى قهوة غادي وأحلى عمك أحسن وأحلى الكل وأحلى شكري بلي هاي وأحلى سيرس كيام للجملة وكاهو بلاي تحيه بلاي اخرى بلاي المركز الحراس السيرس والبوليسي ويرحم والديه. ناس باهين على الاخ والله باهين على الاخ بلاي العزوزه يرحم والديك. نقول لك خاطر وصلتيني كيف هكا.